والله يا سيد ما كلمته ولا غلطت فيه. أنا رحت اشتريت شوية سمك شبار على أبوه. حاجة تستاهل حنكك. نظيفة. تاكل صوابعك وراهي. ازيك يا حسن؟ ازيك يا مصيف؟ عامل إيه؟ يابا إحنا مش في حسن دلوقتي، خليك معايا أنا ركز بقى وبعدين. وقفت أبيع السمك بره البيت. بتهجم عليا الحلاوي. قال لي إيه؟ ما دفعتش الإيتاوي. مين البنت دي يا حسن؟ يابا سيبك من البنت دلوقتي، ركز معايا وكملني وبعدين. سبتني 100 عيلة. أما التحم معايا. بس انا ما سبتلوش. انا ما هو باين. ما سبتلوش. باين يابا انك ما سبتلوش. ريح انت بقى دلوقتي عشان صحتك. ولا الحناوي فين؟ اهو جه هناك اهو. حسن خليك انت هنا مع الحاج ونسمع. استنى يا سيد هاجي معاك. مش هينفع تيجي معايا يا حسن، ده حق ابويا ولازم اخده بايدي. سيد اجي معاك عشان اسيب له 200 عيله؟ يابا ما انت بس وامسك في ايد حسن، ما حدش يجي معايا مهما حصل بيني وبين الصايع ده. ماشي يا اينو. الحناوي. ايوه. انت اللي طولت على ابويا يا؟ لا انا بقى اللي ضربته وكسرت له عظمه. الله ده انت شايف نفسك تمام بقى. بقول لك ايه يا حناوي، الحاج سعفان ابو العربي ما يتضربش، يتشتم اوكي، الشتيمه ما بتلزقش، يتزق عادي، بتحصل يا حناوي، لكن الحاج سعفان ابو العربي ما يتضربش. الحكايه دي يا حناوي يسيح فيها دم. قالوا سيادته سعفان ابو العربي ما يتضربش، يتشتم عادي، الشتيمه ما بتلزقش، لكن يتضرب لا. بس احنا قطعناهم بركه صح؟ سففناهم تراب بورسعيد. انت شفت حاجه يا سيد؟ ده انا اللي حكي لك. ومانو يا عم، انا وانت واحد، انا اضرب انت تضرب عادي، وبعدين ما هو ابوك زي ما هو ابويا. تصدق ابوك شكله اختلف قوي بعد ما اتضرب؟ انا ما عرفتهوش. ما هو رخر لسانه طويل، يعني كان لازم يعمل لي فيها فند. بس تصدق يا ابو علي اللي انت عملته مع ابويا النهارده؟ اداله هبه تمام، محدش هيستجر يضربه تاني ابدا، احتمال يتلطش بس يعني. ربنا خليك لينا يا ابو علي. يا سيد الواحد بيتخانق لغريب، مش هتخانق لاخوه. ايوه بس مش الخناق بس يا ابو علي، الخناق والفلوس والايام الحلوه والايام المره. الله 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 يا عم سيد، احنا ملناش غير بعض. برضه ابوك شكله اختلف بعد ما اتضرب. بقول لك انا ما عرفتوش. ما خلاص يا حسن انت هتذلني، ما عرفنا ان ابويا اتضرب وانت اللي جبت حقه. ما خلاص يا حسن. تصدق انا كمان مش فاكر شكل ابويا قبل ما يتضرب. معاك صوره لابويا قبل الخناقه يا حسن؟ اخرب عقلك يا حسن. يا دماغي. بقى ينفع حد ياخد حاجه من شنطه صاحبه من غير ما يعرف؟ لا. طب ولو حصل يبقى هو ايه؟ صباح الخير. ادخلي اقعدي مكانك يا نسمة. يا صباح الفل. يعني حضرتك جايبها متاخره وكمان غايبه امبارح ومن غير يونيفورم ولا شنطه. بس غيرت لها الكيس، اصل الكيس بتاع امبارح ب 10 ساغ، انما ده بجنيه ونص مستورد. وبعدين يعني انا كنت شايل منك، كنت متنرفزه وقلت لي مش مهتمه بالطفله اهو. ايه ده؟ لو نفسك راحت للكشري يبقى غمزي معاه، بس انا مزود هنا حمص. كشري ايه وكيس ايه؟ البنت دي لو ما جاتش في ميعادها بكره وباليونيفورم وبالشنطه بتاعتها انا هيحصل ايه يعني؟ ليش هدخلها الفصل؟ مش هتدخليها الفصل، ده احنا بندفع فلوس هنا. كل الطلبه دول دافعين فلوس بس بيحترموا نظام المدرسه، واتفضل بقى عشان انا عندي حصه. والساعه 2 بالدقيقه تكون واقف على باب المدرسه عشان احنا بنخلص الساعه 2، مفهوم؟
انتوا بتلعبوا على كام؟ كام ايه؟ كام ايه؟ انتوا بتلعبوا كده؟ امال نلعب ازاي؟ لا انا ما بحبش الكوره اصلا. ولا دي عبارة عن ايه؟ يلا مش مشكلة. انا عايز الشنطة دي يا حسن. دي بكام دي يا اخ؟ 35. 35؟ هي حصلت؟ هو انت لسه شفت حاجة؟ لا ده انا الظاهر اتسهلت معاكي قوي، ده انت هتشوفي ايام سودا الفترة اللي جاية. لف لنا الشنطة دي يا عم. بس يا بنت ما فيش شنط. هي دي يا عم بس اتفرج عليا اخلص. انت عرفتي في ايه؟ خليكي في حالك يا ست. انت تاني؟ ده نهار اسود، هو القطر لسه واصل ولا ايه؟ ايه يا اخي بنتك مالها؟ انا مش بنت. قال مش بنته، ده خطفها، ده كل ما تهرب منه يجيبها تاني. تعرفيه؟ يا عم انا عمري شفتها. عارفاك يا بتاع المنصوره. ايه سكوت يا بتاع المنصوره؟ انا عارفاك. منصور فين يا ولية؟ ها منيره اللي انت كنت خطفها الشهر اللي فات. ده انت مجنونه بقى. لا مش مجنونه، انت بتاع منيره. هتجيب لي الشنطه ولا لا؟ جيب لك 11 شنطه. هبوس ايدك خرجينا من هنا. حبيبة قلبي. معلش يا جماعة شوية بس، عايزين نعيش اللحظة. نعيش اللحظة. حرام عليك يا ست تسلمي الناس. ايه الحرام عليكي؟ اخرس انت هتعملي الحرايات. خدت بال عليكي مجنونة. مقلمة البنت موتة نفسها في المذاكرة. برافو يا رسمة. هي برضو اللي برافو. يلا وري قبل ريم احنا جبنا لها ايه. يلا هات المفتاح. نسيته. نسيتي ساعتها؟ انا حاطه في جيبك الصبح. معلش انا عامل حساب اصلا. ممكن تقبلي مني المفك ده سفير؟ ها؟ رهن يعني رهن. الطفلة عندها خالة تبقى الأصل شبه المدام. لا هي دي تنسامي اللي باباها متراقب. والله بقى كلام الطفلة دي، شايفة ان تنسامي باباها متراقب وبتقطع، يبقى هي اللي بتقطع.